رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يوليو 2024. الوزراء: اللجنة الطبية العليا للاستغاثات استجابت ل 1325 حالة خلال يوليو الماضي. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وإحدى الشركات الصينية. الصحة: مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث يعظم الاستفادة من الخبرات المتميزة للأطقم الطبية. وزير الطيران يتابع تيسير إجراءات السفر والوصول وتعزيز انسيابية التشغيل في مطار القاهرة الدولي. وزير التعليم العالي يؤكد: البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر. الزراعة: إصدار 1250 ترخيصا لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية كافة خلال شهر يوليو. وزير الخارجية ونظيره السعودية تبحثان بشأن الأوضاع الحالية في المنطقة. الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة نهارا والصغرى في القاهرة 27 درجة مئوية.